فرصه لمده ساعتين ساعتين على الاقل على حسب نوع الحشره برضو، يعني في حشره بعد كده نتناولها برضو. بس هو ليه الدبان اليومين دول يا باشمهندس وائل؟ يعني تحس تكاثر. ان هو يعني تكاثر كتير قوي التكاثر بتاعه بجد. ماشي. هو ده دلوقتي ليه فصول في التكاثر؟ هو في الصيف بيبقى فيه التكاثر بتاعه. وليه طبيعه خاصه تلاقيه يعني مش بيموت بسهوله، ويعني عارف حضرتك في موجود في مكان، وبعدين جوه المكان انت بتحس انه بيزيد، يعني ممكن يدخل دبانتين تبص تلاقيهم خمسه. تمام. دي افرازات وهرمونات ماشي بتعرف غيره انه في يعني في حاجه او في فريسه او في طعام في المكان، في لغه مشتركه بين الذباب وبعض. طبعا طبعا. تمام. زائد ان هو لما بيجي عليا، طب هو لما بيجي عليا بيطير بيجي تاني بيجي تاني بيلزق، في افرازات هو بيحطها عليا. شكرا يا باشمهندس. بيطير حواليا فبيعرف ان لا انا كنت على المكان ده. تمام. بيرجع للمكان ده. الناس كده يعني هي بتشوفنا دلوقتي تتضايق قوي يا باشمهندس، يعني في افرازات من الذباب. لا يعني الذباب لو جه على يعني حتى ملابس الانسان او على جسمه، المفروض بجد ان هو يتعامل يغسل المكان ده فورا، لانه في لعاب الذباب ممكن يكون موجود عليه باستمرار، بيلعق على طول من سطح لسطح. مشكله. تمام. كبيره طبعا. بس في ناس برضو يعني الذباب عندها كارثه مشكله. تمام. بعدين نلاقي كل الناس يعني. يعني شغل الحشرات انا بقول قلت لحضرتك انا شغل مثير جدا او عالم تاني خالص. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ بمعنى ان انت يعني كل ما اخش فيه يعني احبه اكتر، يعني شوف كأن بالنسبه لحضرتك بتغلب عليه ازاي. بالنسبه لحضرتك تحبه كعلم، لكن بالنسبه للناس اللي بتحبه كتعامل. انا برضو في معلومات كتير الناس ما بتعرفهاش. انا ده بقى ده دوري. طيب. انا ايه معلومات عن الحشرات دي. تمام. ما هو يعني استفدنا من حضرتك منها ازاي حاجات ما كناش نعرفها. في معلومه عند مثلا ممكن تكون فاهمه غلط الجمهور. انا باجي مثلا اصحح المعلومه. بالظبط يا باشمهندس. يعني فكره انه في ماده لاصقه لازم فورا لما يقف على جسم حد او على ايد طفل او كده لازم تتغسل فورا، لانه في ماده مش كويسه. هو افرازه حاطه يعني علامه ارشاديه ليه وهو طاير ينزل المكان ده، هو جه المكان ده، هو حاطط علامه. وحط علامه بالظبط. يعني هي للرجوع مره ثانيه بتدل ان هو انا وقفت على المكان ده قبل كده، يبقى هرجع على المكان ده ثاني. في دايره نص قطرها مثلا ذكي برضو طبعا طبعا. في دايره نصها نص قطرها 2 متر مثلا. طب هل في تكاثر بيحصل في المكان؟ يعني حضرتك بتحس احنا انه بجد العدد بيزيد؟ هو لا طبعا العدد بيزيد زي البعوض برضو، العدد بيزيد باستمرار بسرعه. ازاي يا باشمهندس؟ ممكن يكون بيحصل تكاثر اثناء الوجود في المكان؟ لا 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 مش المكان، اماكن ثانيه. هو ليه اماكن متواجد فيها. يعني مثلا هو اماكن بتاعته في اماكن التجمع بتاع القمامه والقاذورات مخلفات وكده. مخلفات زي ناموس بالظبط. بالظبط. تمام. احنا نيجي بقى احنا الذبابه هي دي الذبابه كده يا باشمهندس صح؟ أيوة. معلش احنا مش عارفين الفرق بين الذبابه والبعوض. ده طبعا شكل مكبر ليها يعني او كده. تحب حضرتك توصف فيها حاجه يا باشمهندس؟ لا هي الذبابه ده تحت الميكروسكوب هي كده شكلها حلو يعني الوانها حلوه يعني جدا الحقيقه. بس الذبابه في حاجه مهمه برضو. حلوه ابدا. سبحان الله سبحان الله في عينيها ربنا حط عينيها يعني سبحان الله فيها اكتر من 6000 بنيه عينيه سبحان في العدسه بتاعت عينيها. سبحان الله يا باشمهندس. تمام. ال 6000 ال 6000 فيهم 8 مستقبلات بصريه. مستقبلات بصريه يعني سبحان الله بمعنى فيها 48000 خليه. تمام. تقدر سبحان الله عشان كده سبحان الله في عن طريق نظرها تقدر تقسم الصوره بتاعت نظرها ل 100 صوره مثلا ما بعوضه. سبحان الله. يعني ربنا سبحان الله يعني اشار ليها في القران الكريم يعني سبحان الله الذباب والبعوض يعني. تمام. اللي تقدر تحلل 100 صوره مختلفه في الثانيه الواحده. ده الذبابه. يعني سبحان الله على قد صغرها دوت ربنا اداها خصائص ما اداهاش لحد تاني. تمام. ويعني بالنسبه لفكره الابصار دي حضراتكم دي تحللت تحت الميكروسكوب ولا ازاي يا باشمهندس؟ لا لا هي دي ابحاث علميه. بتاكد ان هي طبعا طبعا طبعا. تمام. وعشان كده بنلاقي تنقلها من مكان لمكان طبعا. هي ممكن بسرعات من نظرها تقدر تشوف لي 360 درجه عن طريق 360 درجه عن طريق نظرها السداسي، العين السداسيه. امال يعني الفرق بينها وبين الانسان ايه؟ لا لا الانسان ابصاره الفرق في العين نفسها في شكل العين بقى بالزبط. نفسها هي سداسيه عشان عين. تمام. تركيبتها كده تركيبها سداسي. تقدر تشوف بزاويه 360 درجه وتحلل 100 صوره في الثانيه الواحده. 100 صوره 100 صوره. الصوره متغيرين طبعا. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى يعني مثلا زي التلفزيون عندي مقسم التلفزيون مثلا قنوات خلايا جنب بعض. تمام. هي نفس الموضوع. تقدر تعالج الصور دي ل 100 صوره. تمام. تشوف بقى اللي هي عاوزه المكان المستهدف هي تروح له فين. سبحان الله. بتشم الذبابه المكان يا باشمهندس وائل؟ هي بتعرف طبعا بيحب السكريات. النظر بقى بتعتمد على النظر. معنى كده ان يعني ما نسيبش السكريات مشروفه. لا 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 طبعا. لا 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 لا. ايه تاني كمان؟ السكريات طبعا. الميه اي كائن حي ممكن يصوم الا الميه طبعا لازم يشرب. بتشرب يا ذباب؟ بتشرب كائن حي.
سبحان الله، ما احنا بنعرف من حضرتك يا باشمهندس لازم ما تسيبش ميه مكشوفه. اتاكد من الصرف الصحي عندي، المواسير كله، السباكه كويسه، ما فيش اي بقايا اطعمه، ما فيش اي بواقي سكريات هي او غيرها، يعني سواء الحشره الذبابه او اي حشره ثانيه هتيجي على اي بواقي، اي مخلفات او اي بواقي هتيجي عليها. هي بتحب السكريات، بتحب النظر بتاعها اي حاجه لونها مثير او لونها زاهي تنزل عليه. طب بالنسبه للريحه، احيانا ممكن تكون الريحات الروائح النفاذه ممكن تاثر فيها، مثلا ريحه البارفان او الحاجات دي ممكن تاثر فيها. بتاثر في الناموس اكتر كمان، وبعد كده هنعرف بقى الفراش والفراش كمان. طيب يعني يمكن خلصنا الكلام عن الذباب كده يا باشمهندس وائل، نتكلم عن البعوض بقى. البعوض، البعوض الفم بتاعه ثاقب ماص بعكس الفم بتاع الذبابه. الفم بتاع الذبابه كان لاعق بيلعق اي حاجه، لكن ده ثاقب ماص، انبوبه بتمدها على الانسان المستهدف. ماشي، الانبوبه دي طولها حوالي 2 مللي، ماشي، رفيعه خالص اكيد بالنسبه طبعا الانبوبه دي في نهايتها ماده مخدره هي بتفرزها. بالظبط، لما تيجي مثلا عشان تشكني عشان المخدر انا ما احسش، لا يعني ما بنحسش غير بعد ما ملحت تشيل الابره، المخدر يروح. تشيل الابره بتاعتها فالمخدر يروح فانا احس. سبحان الله، يعني هي بتخدر المكان. بتخدر المكان عشان انا ما احسش بيه. تقعد بقى تدي القرصه وبعدين تجي. بالظبط، تقعد مثلا من 3 لـ5 دقائق وممكن 10 دقائق تمص في الدم. ماشي، حسب احتياجها وحسب ان انا حسيت او ما حسيتش. في اطفال طبعا، الطفل ما عندوش الشعور بتاعه برده، مش عارف هيعمل ايه، فبتبدا تمتص اكتر. تمام، انا ببدا بقى هي بتبدا تشيل الابره بتاعتها تكون استكفت، بحس انا بقى باللسعه بتاعتها. البعوضه معانا هي باشمهندس وائل. ايوه مظبوط. برضو على حضرتك تحب، يعني سبحان الله برضو شوف الشكل هنا تحت الميكروسكوب، يعني ملون الاحمرار في الجزء السفلي ده، ده دم. يا خبر، كل ما بتمتص الدم كل ما هي الجزء السفلي ده بيبقى ينتفخ. الدم اللي هي بتمتصه، عشان الدم اللي بتمتصه. بالظبط كده. برضو التوازن البيئي يا باشمهندس وائل. البعوض بقى برضو الروائح النفاذه، الاماكن بتاعته فيه. تمام، البعوض بيعرفني ازاي؟ انا ببقى نايم ومتغطي. بيعرف ناس ما بيعرفش ناس. بيعرف ازاي؟ مش مسوي، بتبقى في المكان تلاقي. تمام، وانا متغطي بيجيلك. كمان يعني عاده مش تمام وما يجيش لناس ثانيه، فده بيضايقك على فكره. البعوض بيعرف، سبحان الله، البعوض بيعرفني عن طريق هواء الزفير، ثاني اكسيد الكربون انا بخرجه. تمام. بيعرف، دي نظريه جديده. حراره الجسم، يعرف ان في بني ادم، في في حد بيتنفس في المكان، حرارة الجسم. سبحان الله، برضو قالوا ان هو بيقدر يشم ريحه الدم جوه الجلد بتاعي. سبحان الله. تمام، وهو طاير. فيحصل ايه بقى؟ ربنا برضو حباب بالجزء ده، على طول بيبقى بيشم ريحه الدم فبيجي للدم قريب مني. يبقى عن طريق الدم، عن طريق حراره الجسم، عن طريق لو في عرق انا عرقان، برضو العرقان اللي بيفرز فيه هرمون، انا طبعا لما بعرق جسمي بيعرق، في افراز هرمون، هو عن طريق الافراز ده بيبقى منبه ليه، منبه ليه وبيجي برضه. بالظبط، الروائح حتى لو انا فين بجاذبه. بالظبط. تمام، طيب بنشوف ان الناس بتتخلص منها، يعني سواء الناموس والكلام ده طبعا موجود، لكن كمان بعض الناس بتحط دخان او صح حاجه. تمام، زي كده. في طوارد للبعوض. في إيه حاجات بقى معينه بحطها او بعملها دي كمان في الاماكن اللي فيها الى حد ما بحر او مصايف. بتلاقيها كتير قوي. بالظبط، ما هي اصلا ده اصلا مكانه البرك والمستنقعات، يعني مية. مكان اعاشه والبيت بتاعه. البيت بتاع اليرقات بتاعه البعوض تبقى على البرك والمستنقعات. يعني هي اصلا الاماكن فيها ميه غير الذباب بقى في الاماكن الجافه، لانه اصلا طبيعته ربنا برده حط فيه صفه برده ان هو جاف، فبيحب الاماكن الرطبه. طب الذباب العكس ايه مثلا؟ بالظبط. بيبقى في الاماكن فيها مخلفات وكده، اماكن جافه. بالظبط، الاماكن الجافه. تمام، البرك والمستنقعات في جنب الميه، فتلاقيه في المصايف. بالظبط، الناموس على طول بيبقى جنب المصارف. تمام، الدخان ده بقى بيعملوا ايه؟ او هو المصادر وسائل الدفاع دي حسب المكان، يعني في مكان مثلا ما اقدرش احط له الدخان. انا في شقه فما ينفعش احط الدخان. طبعا احنا بنشوفه بره. ففي مثلا ممكن اجيب ورهم ابو الفاس ادهن بيه جسمي ووشي. بنسمع عنه ده يا باشمهندس، الصغير ده. بالظبط، بالظبط، اللي هو بتاع البرد. طب ده ليه بقى؟ ده عشان ريحه، الريحه بتاعته بتاعت النفاذه، فهو بتبعد عني، تطرد الناموس. بالظبط، ناموس. وبعد كده هنعمل برده الاطفال ده بقى الفراش. في زيت اسمه زيت الساترونيلا، ده بيتباع برده، بدهن بيه جسمي ووشي برضه، بيقيني زيت الساترونيلا. عند العطارين ده، عند العطارين، وبيتعمل منه دلوقتي اساور، بتعمل منه حاجات كتيره طبعا، بحطها في ايدي او بحطها في ايد طفلي، فتبعد عن الناموس لحد الصبح. طب ده كويس قوي يا باشمهندس. تمام، في ناس دلوقتي بتجيب قشر البرتقال، ليه حل؟ بتفركه. بتفركه وتحطه على ايديها ووشها وتنام برضه لحد الصبح. في قشر البصل. لا والله. في الثوم. لا، مين اللي هينام؟ في ناس مثلا نقول لها مثلا ما تاكلش سكريات. انت حضرتك الجلد ده بينضح بالاكل اللي احنا اكلناه او بالشرب اللي احنا شربناه بالليل قبل ما ننام. بلاش قبل ما ننام،
حلوه ناس ما دي يا تعرفش باشمهندس وائل. المعلومه دي تمام. فاحنا انت بناكل ما سكريات تاكلش كتير بالليل سكريات بقى علشان بالظبط، الجسم. تاكل سكريات كتير بالليل. اخ ده انا عندي ناموس طول الليل معذبني، مع اني اخويا جنب نام بيه او ابويا ما هو جنب. ده اللي بيضايقك يا باشمهندس. فما في حتى الاكل، فانا برضو اعرف انت اكلت ايه ما اكلتش بتحقد ايه. انت على الناس ساعتها يا باشمهندس، يعني ما ينفعش انك تلاقي الناس حواليك ما فيش وانا ناموس غير انت. بعرفهم، هو بيبقى مأذي. انت بيقول لي ده انا اكلت ونمت، فما مش حاجه بتعرف صغيره، الحاجه. حاجه صغيره هو، بس هو مش داركها. انا تمام بقوله عن طريق السكريات جلده بينضج، هو الهرمون بيفرز، فالناموسه بتاخد يعني بتيجي على طول. تمام. الصراصير يا باشمهندس. هو الصراصير الحلقه الصداع. النهارده يعني يا جماعه يعني الحقيقه عن الحشرات المنزليه، بس ده يعني الحقيقه احنا بنتكلم عن ده عشان نفيد الساده المشاهدين في انه مظبوط. كيفيه يعني اولا يعرفوا ايه طبيعه الحشرات دي، وانه طبعا سبحان الله ربنا خلقها عشان التوازن البيئي، وانه يعني ممكن يقاوموها ازاي. تمام مظبوط. الصراصير بقى يا باشمهندس. الصراصير صداع في كل بيت. صداع يعني طبعا طبعا، كفايه الشكل. بس اكيد في بيت اكتر من بيت برضه يا طبعا باشمهندس طبعا، ده الحقيقه. عامل البيت نظافه، الاكتر بقى هي عامل نظافه، لو في نظافه. نظافه برضه بتلاقيها بس بسيط قوي. في البيت، في لكن اي مكان، في كافيه، في مصنع، في في اي شركه، حته الصراصير لانها دي اصلا مشكله كبيره. رحاله. الصراصير رحاله. قصتها ايه بقى يا باشمهندس؟ الصراصير دي جايه من بلد، يعني الانواع اللي موجوده في مصر 3 انواع من الصراصير نعرفها. تمام. الشائع منها في صرصار، طبعا الجمهور ما يعرفش يفرق بين الصرصار والصرصار، ما يفرقش، هو كل عنده كل الانواع عنده صرصار واحد. صراصير يا كل عنده يعني، شوف الصرصار ده نوع واحد، ده احنا بنسميه هو في لا بس في لون غامق ولون فاتح كده بالظبط، صح؟ بس في برضو بيطير طبعا، ده هو مش مصيبه عارف، كبرى يعني. مش عارف ده الصرصار ايه. هو بيميز باللون، انا عندي هو مثلا ايه صرصار بقى في الفاتح 3 انواع من والغامق؟ الصرصار، ده اللي قدامي دلوقتي ده الصرصار دول ثلاث الالماني. انواع لا هو ده ثلاثه، نوعين، لون نوع واحد، ثلاث انواع واحد. ده الصرصار الالماني تمام. المانيا مكانه عندها صراصير؟ طبعا احب اقول لحضرتك الصراصير دي رحاله جايه مثلا مع السفن والله ماشي. يعني هو في الدول الاجنبيه في صراصير؟ طبعا. والله هي جايه لنا من اصلا من الدول الاجنبيه. والله مش جايه لانه رحاله. الماني اهو. الماني، وفي امريكاني بعد كده، وفي شرقي تمام. فهي رحاله جايه مع البلدات في السفن والحاويات. البيض بتاعها طبعا بيفقس مع مرور الوقت. طبعا المصيف هنا تيجي مثلا عندنا مثلا، تكون البيض فقس وهكذا، تبدا دوره حياتها هنا. بيض واحد عاش هيبدا سلسله بعد كده. دي مشكله كبيره. بالظبط. معنى لان كده الحقيقه يعني في دي نقطه مهمه قوي يا باشمهندس وائل، هل احنا لما بيبقى عندنا مواني او كده بيبقى في مقاومه في المواني دي، المفروض رشه او المفروض كده؟ ده درجه اولى يعني يعني، المفروض المواني، او المواني سواء الجويه او البريه او انت ممكن يجي لك البحريه. نوع يبقى فيه مشكله طبعا لو طبعا، يعني احنا مشي برضو في بيوت الناس او بنبخر كده. السفن مثلا، سفينه بتيجي مثلا وليكن مثلا من امريكا مثلا للقاهره، دخلت الميناء في القاهره فتتبخر او تتعقم، طبعا تتوجه في امريكا برضو تتعقم، لازم عشان برضو بين البلدين بيبقى فيه برضو مشكله في البلد او الصندوق اللي بيتحمل، بيبقى فيه مشاكل. تمام. ده صرصار تاني يا ده الصرصار برضو الالماني. والجزء الاخير اللي طالع منه ده الكبسوله بتاعته. يعني ايه كبسوله بقى؟ الكبسوله اللي هو بيبقى البيض بتاعه. اللي هو بياخد طبعا يعني اعماره سريعه ولا ايه؟ معلومه مهمه برضو من الناس ما تعرفهاش، ان ممكن الصرصار يتلقح مره واحده طول عمره. طول عمره؟ طول عمره مره ويفضل واحده، ويفضل يتكاثر دي ويجيب جديده دي يا كبسولات بيض. باشمهندس، والحقيقه مؤلمه. طبعا ما طبعا لازم، احنا بنقول طبعا الوقايه خير من العلاج. اللي شاف ازاي صرصار بقى؟ عنده كانه شاف عنده صرصير كتير. الصرصار ده مثلا في الجحر بتاعه بيطلع بس عشان يجيب الاكل او الشرب، ده دليل ان في المكان ده في صرصير كتير. ده دليل. طب والحل ايه يا باشمهندس؟ انت على فكره ممكن تلاقي برضو احيانا المكان نضيف جدا وفجاه تلاقي واحد وبعدين ما انا تلاقيش قلت تاني. لحضرتك، ده ما بيبقى تلاقيش تاني في ده وسائل يبقى عندي هو يبقى استكشافيه. انا عندي في ازاي؟ شغلي استكشافيه، مثلا بجيب مثلا جزء لازق او كارت لازق بحطه في المكان اللي انا شفت فيه اخر صرصار، بتابع الكارت ده مهم لازق حاجه تانية ولا لا. من هنا بعرف بعد كده جنب الصرصار. جنب اللي هي مجاري الميه انا والبلعات والكلام في ده المكان بقى، اللي انا شفت فيه الصرصار اخر مره. في المكان حتى لو كان ما في هو البيت في عادي. صرصار في البلاعات والصرف الصحي، وفي صرصار يعني الالماني اللي احنا شفناه ده مش بتاع البلاعات خالص، بتاع ده ايه بتاع بقى؟ المطبخ، النمليه، البوتاجاز، بنشوف بعض المطابخ فيها الثلاجه. صراصير كتير قوي يا ده باشمهندس. صرصار نوعه غير النوع الثاني اللي هو الامريكاني. ومقاومه اللي في المطبخ ده ازاي برضو باللاصق؟ لا مش باللاصق، ده برضه بيبقى عن طريق مبيدات. برضه المبيدات بقى. مبيدات. تمام. طيب اللي بق الفراخ ده حضرتك ده نوع لا تاني ده ده يا باشمهندس؟ النوع الثاني ده برضه، لا ده الماني، دي الكبسوله بتاعته باينه يا دي باشمهندس. الماني. الالماني بيبقى اصغر حجما، لونه بني فاتح زي ما احنا شايفين كده، بعكس الامريكاني بيبقى لونه غامق اكبر حجما. بنعرف البني نقول الغامق ده اللي متوفر في مصر قوي صح؟ ده بتاع الحمامات والمصارف والبرك والمستنقعات تمام. بيبقى اكبر حجما اللي هو الامريكاني تمام. وبقدر ممكن برضو اعرف مأساة يا باشمهندس والله، بس يعني حضراتكم واخدينها كعلم الحقيقه وبتحاولوا تساعدوا الناس ان هم يقاوموا طبعا الحاجات دي. طبعا بنعرف برضو نوع صرصار، او بعرف الصرصار ده ذكر او ده مش سهل او عشان انثى حضراتكم تعرفوا مع الجمهور العادي او مع اي حد لما نعرفش ما يعرفش، لكن احنا مع المهندسين طول خبره في المجال فبنبقى عارفين طبعا يا ده باشمهندس. انثى او ده ذكر تمام. في الصراصير. صحيح.
حضرتك يمكن خلصت الكلام كده عن الصراصير. بقى الفراش بقى، بقى الفراش برضو ده حاجه ده خطيره ده يا باشمهندس. طبعا. هو عامل ازاي يا باشمهندس بقى الفراش ده؟ بقى الفراش ده هو ده؟ لا ده صراصير. لا 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 ده صراصير. بقى الفراش ده الصراصير الله يرحمه ده خلاص. جسمه مفلطح بني داكن من 4 ل 7 مللي، حجمه من 4 ل 7 مللي. مفلطح. مفلطح جسمه يعني بيضاوي. بيضاوي شويه. بني ممكن يكون شفناه يا باشمهندس. بني داكن. تمام. بتلاقيه حضرتك بيقفز في السرير كده. صح. تمام. زي ده بيبقى في الفراش بس، زي البراغيث في اماكن تانية بيتنقل بقى طول. يعني مثلا انا جالي النهارده مثلا في الفراش، او بدا عندي الظاهره الاصابه في الفراش، بيبدا بينتقل بعد كده للشقه كلها. ممكن تلاقيه في البيت كله، الشقه كلها. بيتكاثر بسرعه رهيبه، ما يبقاش فراش بقى ينتشر بقى خلاص. بالظبط. لو ما قاومناهوش يا باشمهندس. بالظبط. ده بيسبب حكه والتهابات في الجلد حتى الصبح. في ناس بيلتبس عليها الامر ما بين البعوض وما بين الباقي الفراش، لان ديناميكيه واحده. طبعا. باقي البعوض بيمص الدم ازاي؟ دي نفس الديناميكيه مع باقي الفراش. تمام. برده بيمد الانبوبه بتاعته. طب وده مقاومته ازاي يا باشمهندس؟ اولا طبعا نظافه المكان برده اهم حاجه. طبعاً. وفي الفراش باقي الفراش بيحب رطوبه. اي مكان مش داخلها شمس في باقي فراش، اي مكان ما فيهوش شمس في حشرات على طول. لازم طبعا يبقى اي مكان ربنا حط في الشمس تعقيم طبيعي. سبحان الله يا باشمهندس. فالناس برضو لازم بالزبط. يبقى لازم دايما مدخله شمس. اغلبيه الشكوى عندي بتجيلي مثلا ان المكان ده ما بقاش فيه شمس. حضرتك بتسال كده بالظبط، فبعرف شمس على طول ان في حشره. وبرضو ليها وسائل مقاومه برضو. طبعا رش طبعا. كده يا باشمهندس برضو نفس وسائل المقاومه برضو في البعوض. انا برضو ببدا برضو اجيب بقى بولفاز، برضو ببدا اجيب مثلا زيت الساترونيلا. تمام. هو بيبقى قريب من مكان السرير او المكان المعيشه بتاعتي. تمام. بقى الفراش ده بيبقى مكانه كده، هو ما بيطيرش. يعني في ناس بتقول ان هو بيطير، لا هو ما بيطيرش بس بيقدر بيتنقل لمسافات. طب هو بيعرف ازاي ان في مكان هنا من الرطوبه؟ برضو من حراره الجسم بتاعتي، برضو هواء الزفير بتاعي، برضو بيشم ريحه الدم. هو بيبقى ظاهر لانه كتير، فببدا بيبان اشوف. بيبان كتير. بيبان كتير. بعرفه عن طريق الانسلاخات بتاعته، اليرقات بتاعته، البيض بتاعه. ده كل ده موجود في الفراش؟ في السرير، في الخشب بتاع السرير. لو شلت المرتبه او لو ست البيت شكت ان في حاجه ماشي. ممكن ترفع المرتبه بتاعتها، البطاطين بتاعتها، هتلاقي الخشب او اللوائح الخشبيه بتاعت السرير فيها بقى الفراش. هو دايما العشب بتاعته جنب المصدر بتاعه، والمصدر بتاعه هو الانسان. دي صراصير برده يا باشمهندس؟ دي صراصير. ما عندناش بقى الفراش صح؟ هنزلها. حاضر. فبقى الفراش يعني صداع في كل بيت، وحتى الفنادق دلوقتي بتشتكي من بقى الفراش. احنا جينا في فتره الخمسينات اتقضى عليها تماما. ايه اللي رجعها تاني يا باشمهندس؟ المبيدات اللي كانت مستخدمه اتمنعت. فرجعت تاني. طبعا محتاجين نشوف يعني مبيدات تانيه. بالظبط. وفي برضه مناعه عند الحشره، زي الصرصار مثلا بيبقى عنده مناعه. فاحنا دايما في الشغل بتاعنا بنغير نوع المبيد. ده الصرصار الامريكاني. الشوارب بتاعته بتبقى اكبر. ده اللي بنشوفه ده يا باشمهندس؟ ده الامريكاني بتاع الامريكاني ده بيبقى بتاع الترع والمصارف والحمامات. ما هو ده بتاعك. ما لقاهوش في المطابخ. لا في المطابخ. لا في الحمامات. ده المطابخ النوع الثاني اللي هو الالماني، اللي هو صغير حجمه. صغير ورفيع كده. بالظبط. بالنسبه بالرغم ان الامريكاني حجمه كبير. وده ايه يا باشمهندس؟ ده ناموس البعوض. بعوض. بالرغم ان الامريكاني حجمه كبير الا ان القضاء عنده في شغل المكافحه قضاء عليه سهل، بعكس الالماني معقد التركيب. فيبقى قضاءه القضاء عليه صعب. اصعب. تمام. طيب نتكلم عن القوارض يا باشمهندس. القوارض فران دي اللي بتطير في كل بيت برضه يا باشمهندس. يعني لو في الاراضي الزراعيه وكده مفيش مشكله، الناس متعوده، لكن لو جت في بيت بقى الفران برضه يعني بطبيعتها برضه لكل مكان ليه فار مخصص بيه. يعني برضه كمان في فار منزل حجمه صغير خالص ماشي، بعكس الفار النرويجي هنعرف بعد كده اللي هو اللي بيتقال عليه جرز، حجمه كبير بنعمل كده وتخين وكبير. ده الفار وده الجرز. الفار المنزلي او في فار الحقل. احنا ده ايه يا باشمهندس؟ ده الفار الحقل. بنو داكن ومائل الاحمرار. تمام. الفار بيبقى فيها انياب او قواطع. للاسف. في خطير جدا صح؟ هو بياكل على طول اي حاجه تقابله. هو مش بياكل عشان يعيش وبس، لا ده هو بياكل علشان كمان الانياب دي ربنا حباها برده بصفه ان هي بتطول باستمرار. فلو دي طالت وهو ما براهاش هتسد القصبه الهوائيه بتاعته فيتخنق يموت. فهو لازم طبيعه فيه علشان يعيش يقرد. يبدا يقرد اي حاجه قدامه. انا شفته بياخد مكرونه مره. تخيل حضرتك المخازن ده كارثه في المخازن. انت متخيل عليك مكرونه؟ هو برضو القوارض فيه ذرات الافتراس، يعني بيفترسوا بعض. مفيش اكل، مفيش شرب ماشي، يفترسوا بعض. تمام. يا خبر. طبعا بيجيب امراض زي والعياذ بالله الطاعون، مرض السالمونيلا، الحمى النزيفيه، والتيفون. ربنا يسترها. ما دي طب البيوت بقى برضو تحمي نفسها زي لا تبعد عنه. يعني ما تمسكوش باليد أبداً. ماشي. تحط مثلا طعوم حسب برضو المكان، لو في طفل او ما فيش طعم. طبعا طفل. ال ال
القوارض من اذكى المخلوقات، من اذكى المخلفات، الحيوانات وال زي ما بنسميها كراكيب يا بالظبط، باشمهندس، اللي بيجي بالكراكيب. يحط مخلفات مبقاش فيه كتيرة حاجه تساعده اكل او شرب ان هو يجي. تمام. تمام. من اذكى المخلوقات في الحيوانات، الفار. فلازم عشان نكافحه نكون اذكى منه. تمام يا باشمهندس، تمام. الحقيقة استفدنا جدا من حضرتك يا باشمهندس ربنا وائل، يخليك، والوقت خلص شكرا معاك لحضرتك، بسرعة. سعداء بوجود حضرتك معانا، انا اسعد ويمكن يا يكون فندم السادة المشاهدين فعلا استفادوا من حضرتك ان جدا شاء في الله باذن حديثك الله. عن اتوقع الحشرات كده المنزلية. باذن الله يا فندم. بنشكركم مشاهدينا الكرام، وعلى وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من ينابيع المعرفة.